حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية وبرنامج سولف لي مع فاطمة قيدار. كل الهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وبهذه الأيام المباركة نتواجد يوميا في منطقة وشارع من شوارع بغداد الحبيبة. بالتأكيد احنا اليوم في شارع الربيعي، في زيونة شارع الربيعي، نسولف ويا أهلنا وناسنا ونحكي وياهم حكايات حلوة ونعطيهم هدية يستاهلوها. أكيد ماكو شيء بقيمة متابعي قناة الفلوجة، لكن شوية مبادرة حلوة من عندنا برعاية هذه الرعاة الجميلين لبرنامج سولف لي. بالتأكيد احنا راح نبلش حلقتنا ونسولف ويا أول عائلة راح تفوز ويانا. تعالوا ويانا نشوف أول عائلة. مرحبا. أهلا. رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. شلون أجواء رمضان وياكم؟ والله كلش حلوة الحمد لله والشكر. الحمد لله. رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. شلونك؟ زين الحمد لله. صايم؟ لا الحمد لله. عفية عليك. يا صف أنت؟ سادس. ابتدائي مو؟ الله يساعدك وزاري. أي. شاطر لو لا؟ يعني شاطر لو لا؟ لا أكيد شاطر. أي الحمد لله. زين شنو أجواء رمضان ببيتكم؟ عائلتكم كبيرة صغيرة؟ فطوركم سحوركم؟ سولفينا شوية. الحمد لله الشكر. هو رمضان عبارة عن لمات الأهل، ويعني هو دائما يجمعنا إن شاء الله بالفرح والخير. الحمد لله. عائلتك كبيرة ولا صغيرة؟ يعني صغيرة، 5 نفرات. ما شاء الله، الله يحفظكم يا رب. دائما تلتمون برمضان لو لا تكتفين بعائلتك مثلا بالأسبوعين مرة؟ نزف أكيد عزايم الأهل ونروح يمهم يجون يمنا، فشي كلش حلو. زين من تصير عندكم عزايم شنو الأكلات اللي تجي ببالك تطبخيها؟ أكيد أكلاتنا المعروفة، أني من عشاق مطبق سمك. أوه أكل بصراوية. بعد وأكيد أكلاتنا العراقية المعروفة، الدولمة والبرياني والمحشي وغيرها. يا عيني. زين سحوركم شلون تحبوا يكون دائما؟ السحور لازم يكون خفايف. يعني مو تقلا؟ لا أكيد مو تقلا. ابنك الخفايف؟ شلون؟ نفضل الخفايف يعني. حلو. ابنك الكبير لو شنو ترتيبه بالعائلة؟ ابن أخويا. يا عمري ما شاء الله، الله يحفظه يا رب. توقعت ابنك حياتي. تدول عينكم. زين تعال سولف وياك شوية. عفي عليك. تعال يمي، تعال 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 يمي. سولف لي بالمدرسة شلونك؟ زين. يعني احكي لي درجاتك ايش قد من الاخير؟ 90 و80. ما شاء الله 90 وتقول لي زين. انا لو منك اشيل الشهادة وافطر بالشارع. احنا 50 عندنا زين، 90 احنا من هيك نشيل خشمنا على العالم بيها. مو لو لا. زين تعال قولي لعد ماما وين؟ امي فاطمة. هذه انا توقعت انت او خلف الكواليس. الماما ما تطلع ويانا، مزعليها احنا. اوكي انت مزعلها. اوكي لان هي مش تطلع ويانا. زين تعال تعال شوي، تعال قرب علي. لا انا بصفي. شو يعني المسابقات؟ يحب هاي السوالف. انت بخاطره شاركتي؟ اكيد حبيبي. امي انا دول عيونك. تسلمين. شنو اطيب شيء تسوي الماما؟ ماما تسوي دول. زين وعمه شنو اطيب شيء تسوي؟ عمه مقلوبه. طيب يا يحب مقلوبتك. كل اكلي طيب مو؟ عادي تقدر تقول مو اكلها طيب عادي ترى. لا طيب ما تزعلك، ايام مفترجه. لا طيب. ها والله. زين شنو تسوي بعد الفطور؟ اني يعني تلعب؟ اي بالتالي. بس تليفون ما تطلع تلعب بالمنطقه او بشارع او حطرمه؟ قليلا. شو تحسين انه هاي الايام او هاي السنوات اطفالنا ما يطلعون هواي يلعبون بالشارع؟ شنو السبب؟ بالرغم احنا من كنا اطفال يوميا نرجع مفشوخين من مكان معين. التكنولوجيا هواي لها تاثير، يعني التهاب الموبايل، التهاب البلاي ستيشن وغيرها، يعني خلتهم تغنيهم عن الطلعه للشارع واللعب ويا الاطفال الباقين، يعني دائما لعبهم يكون محدود بالبيت. انت مع ام ضد هذا الشيء؟ كثرتها اكيد ضد، يعني هو كل شيء يزيد عن حده ينضرب ضده. شنو يعني انت اولاد شلون توازين هذا الموضوع؟ هو ويا الدراسه لازم نحدد لهم وقت، يعني استخدام الموبايل او التاب وغيرها لازم نحدد لهم وقت مسموح به يعني، والوقت الباقي لدراستهم وغيرها. زين انت بتشوفين انه مو كل الاولاد يسمعون الكلام، يعني اكو اولاد عنيدين؟ بالضبط بالضبط، خصوصا يعني هسه هالفتره دا يتمردون انه يعني انه يعاندون انه اللي يستخدمون التليفون بهواي اوقات، بس نحاول قدر الامكان انه نسيطر على هذا الشيء. طيب حضرتك كأم شلون طريقه تربيتك بهذا الموضوع؟ شلون تسيطرين على هيك موضوع؟
والله أني أكذب عليك إذا أقول لك أقدر طول الوقت ساحبته من عندهم أو شيء، مستحيل راح يقتنع الطفل. يعني هو بعد فشي يعني ترسخ بدماغه إنه أنا عندي تليفون أقدر أستخدمه، بس يعني تبقى إنه وقت الدراسة ينسحب منه، وقت النوم يتحدد ينسحب من الموبايل. راح يقدر مثلاً تقدرين تلهيه بغير أشياء، مثلاً أنا من نوع أقدر أصخرهم بالبيت وياي، أسوي فلان شيء، ساعدني بفلان شيء، فراح يلتهي وياي شوية، يبتعد عن استخدامهم. حلو، يعني من باب إنه تحسسيه بالمسؤولية. بالضبط، كل ما تعطي مسؤولية أكثر راح يكون هو شوية يبتعد عن هاي الأشياء. وأطفالك متعاونين وياك بهالموضوع؟ أكيد الحمد لله. الحمد لله والشكر. في حال عاند طفلك أو عاند وياك، شنو تستخدمين أسلوبية؟ إنه تكونين ذات صراخ أو عصبية أو ممكن للضرب أو ممكن تفاهم، شنو الأسلوب اللي تحسيه يشبهك بالتربية؟ هو الأسلوب يكون ترهيب وترغيب بنفس الوقت. يعني شلون؟ يعني أنا بقد ما أقدر أشد وياه وأعاقب وأصرخ، بقد ما أقدر أرغبه إنه بغير شغلة جهة أفضل إليه، إنه هذا الموضوع يقدر يطور منك أكثر من الموبايل واستخدامك للتليفون. فأسلوبي وياهم دائما ترهيب وترغيب. يعني أنت أكثر الأحيان تسولفين وياهم حتى يستوعبون الفكرة؟ أي أكيد، وما أمل يعني إذا عندوا مرة ومرتين وثلاثة إلى أن يقتنعون جيب نتيجة إيجابية وياه؟ أي أكيد. حلو صراحة، هذا كلام يشجع كل أم تشاهدنا حتى تغير أسلوبها ويا أولادها في حال كانت أنه هي تعاند أو تضربهم أو تكون بطريقة مغايرة ويا أطفالها أو خاطئة. صح، كلش أشكرك على هاي النصيحة. سلمين حياتي. زين، نسألي السؤال؟ أوكي نسأل. أنت لو عمّا نسأل؟ أنا حسأل السؤال، تعال أنت بصفي لا تروح بعيد، اللي حيجاوب صح، تعال ساعدني، اللي حيجاوب صح هو ياخذ الهدية. متفقين؟ أوكي يا ستي خجول، ليش خليك جريء باوع الكاميرا، لا تخجل. عفية. أوكي، تريد حزورة لو سؤال، لو سؤال من السلة، لو من الكارت؟ كيف أنت شنو ببالك؟ كيف ياسين هو يختار؟ ياسين اختار سؤال من الكارت. من الكارت؟ أوكي، تعال، بما أنه أنت تأخذ كل التسعينات، تعال قريب علي. هذه معادلة بالرياضيات، 5+4+2 يساوي 5+4. زين تعال، بس تعال خلي أشوفك وأنت تحسب. 18. زين، إحنا بالاختيارات ما عندنا 18، يقولون جواب خطأ. ليش؟ ما أعرف. هو 18. شلون 18؟ 9+2 18. مين جبت التسعة؟ تستخدم الأولوية العمليات الحسابية. أو يعني. حسابية. 5+4. أوقف، أي 5+4؟ 9. و9+2؟ 9+2؟ 9، 10، 11، 12، 13، 18. إيش فيك؟ ضحكك شوية، أنت خجولة من الكاميرا، دا خليك تصير جريء باع الكاميرا. قولهم تابعونا. على قناة الفلوجة. على قناة الفلوجة. يوميا الساعة 9. يا عيني حافظ البرنامج عمري. ويا فاطمة قيدار. ويا فاطمة قيدار. في الدول عيونك هسه تستاهل أحلى هدية. بس عادي، شوف الهدية لو لك لو العمة ما نختلف. ما شوي هدايا بها النسائية، يعني مثلا باعي هذه الهدية الحلوة مقدمة من بخوراتي للعود الأزرق، يعني شمعة وبخور وأشياء ما تجو، وهاي ايش يسوي بها ياسين؟ حبيبي تفضلي، هذه هدية. شكرا لكم، كلش نورتيني وشرفتيني. تسلمين، اشكركم هواية. مع السلامة، رمضان مبارك من جديد، ينعاد عليكم بالخير يا ربي. تسلم، مع السلامة حبيبتي. باي باي ياسين، شكرا للجواب الحلو اللي خليتك تعيده مرتين، أنا آسفة. مشاهدينا الكرام، مستمرين وياكم من عائلة ياسين، العائلة الثانية خليكم ويانا. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام، والتقينا بشباب يريدون يروحون تأخروا، وصار وقت السحور واحنا نصور وياهم وشغلهم ويانا. شلونك؟ احنا الحمد لله بخير وعافيه. دور قلبك، احنا بخير. نحن الله يجعلك يا رب. شلونك؟ الله يسلمك. رمضان مبارك. علينا وعليكم، الله يسلمك ويخليك. الله يعزك، رمضان مبارك علينا وعليك ان شاء الله. تعالوا تقربوا علي. ايه؟ عافيه عليكم. شلون رمضان وياكم؟ والله نعم، اجواء حلوه، من اجمل اشهر السنه هو رمضان، يعني تقريبا ممكن انه تطلع بي تروح تزور بي اماكن ترفيهيه هواي، فكلش حلو، من الاجواء الحلوه بشهر تكون بهالشهر. شنو
اسمك؟ انا اسمي علي. علي، انت من الاشخاص اللي تروح تتونس بهذا الشهر لو تشتغل اكثر؟ والله من الاشخاص اللي نقول اشتغل اكثر. شنو شغلك؟ محل ازياء نسائيه. حلو، ازياء نسائيه. التقيت بشاب قبل شويه هم عنده محل ازياء نسائيه وسولف لي انه ما يقدر، ما عنده وقت يروح يفطر ويتسحر ببيتهم. انت شنو نظامك؟ شلون مسيستم حياتك؟ والله تقريبا السحور نقدر نسحر برا، بس الفطور لا، نقبل المحل يصير. ما تلحق ترجع تفطر وتجي؟ لا، مسافه بعيده بين ما اروح وارجع، فيصير مسافه علي بعيده، كلش بعيده. تقتل الوقت. بالضبط. زين. انت شنو شغلك؟ محل ازياء نسائيه. حلو، شلون الشغل برمضان؟ والله اجواء حلوه، وخاصه هذه السنه يعني اجواء رمضان مطر واجواء صح. حلوه صح يعني. الرزق شلون برمضان؟ الحمد لله الله يزيدكم يا ربي من اوسع ابوابه ويفتح بوجهكم، وان شاء الله تكونون مجمع كامل مو محل. زين، الله يسلمك. سولف لي عن النساء تحديدا، يشلعون قلبك من يجوا؟ متعبات. ليش هيك؟ ايش بيكم ويانا؟ متعبات والله. الله شاهد متعبات. اي مشاهدي، احنا نكمل الحلقه بس. نكمل، احنا متفائلين. اهم شيء التفاؤل بنات، لا يغركم هذا الكلام. نرجع للشباب، فرق كبير عن النساء، كلش كبير يعني. يا جماعه انتم اذا تشوفون الشباب اللي يحكوا علينا بهالحلقه تسوون عليهم مظاهره بس يخلص البرنامج. شو مسوي لكم احنا؟ ايش حالات؟ انا عن نفسي هذا حلو، هذا ابيض اخذه، هذا اسود اخذه. والله ما متعب احد، واشتري وجيب وودي نفسي. لا واكو نفسك، اتمنى مثلك. شو يسوون؟ شنو الفعالياتنا؟ ابهرني، احنا نحب نسمع فعالياتنا. شباب كمثال شباب، احنا نروح مثلا نروح نقدر قطعه قطعتين، يعني تعجبنا قطعه ناخذها، او ما تعجبنا قطعه تجي تقدر المحل كله. وبالاخير تقول لك ها، وصديقتها اذا صديقتها ما اقتنعت هي ما تقتنع. زين صديقتها ايش عليها؟ هذه شنو ذنبي؟ شنو ذنبي هذه؟ شوف صديقه هي اساس، هي اذا شافت هذا التيشيرت حلو هو حلو، اذا ما قال هو حلو عليها وهي ما مقتنعه صديقتها شلون؟ والله مشكلتك تهدأ اعصابك. اقنعها هسه، ما اقنعها، اقنعت صديقتها من البدايه. شوف يا صديقه من تطي موافقه. هي هاي المشكله الكبيره. من وياها امها شلون تكون؟ الزبونه. هاي صعبه اقدر احكيها يعني، لان شلون اقول لك يعني تكون هي مسيطره على امها، هذا ما حلو، هذا اريده وهذا ما اريده، لولا امها تخزرها اشتري بسرعه. خزرها يلا، هذا 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 حلو، لا تاخذين غيره. ذا هذا حلو عليها، لا تاخذين هذاك، خلاص شكو، عرفت شكو واحد واحد. العلاقه بالارخص لولا. شلون يعني؟ يعني اذا امها شافت هذا ارخص وما بيش ياخذي هذا. اكيد على الارخص، هو الارخص يا اللي يعجبها، يا ترتاح له اكثر. يا اللي يناسب اكثر. بالضبط. جابه مو اللي ياكل يدري واللي يثرد ما يدري. الف رحمه على يعني. لا شنو؟ لا اللي ياكل ما يدري. ما ادري شلون حكيت. اللي ياكل ما يدري. اللي ياكل ما يدري. واللي يثرد يدري. بالضبط. مو صحيح؟ فالام تثرد هواي، والبنيه ما تثرد، البنيه تاكل، مو صحيح؟ بس والله انا اشوف نفسي حبابه، عبالي كنا حبابين. يعني انا ابسط شيء ما اشتري من المحلات صراحه، ما الحق اطلع. فاونلاين 1 2 3 الصور، هذا قياسي رقمي عنواني، واطلع من المحادثه هي توصلني. هاي انت والله جد شايفه من مثلا هي تقول لها قياسك هذا، راح تزلج قياسك انا مثلا بالضبط. زين. لا تزلي قياس هذا، يا بقياس هذا اوفر سايز يكون كبير عليك، لا الا هذا القياس. تنزلها اياه. تنزلها اياه تطلع. ليش تعاني؟ تقتنع فيه. ها طلعت صح؟ شو اسوي هسه؟ شو اسوي له؟ عندها توصيل زايد. ايوه هاي شو اسوي؟ خليها تدفع فلوس توصيل ترجع. تقدر تغير وجهه نظر المشاهدين وبرنامجي تحديدا والنساء اللي يتابعوني وتحكي كلام حلو عنه؟ يحكي كلام له. تفضل. البنات مثلا كلش زين تعاملهن وكلش حلو اسلوبهن وياك. ما متفاعل كل زين تعاملهن. ماكو روح. يعني قليلات هاي اللوم. بس لا اكو يعني كم بنيه مثلا تجي، لا تجي باسلوب حلو، اكو بنات لا انه يخلي انك تقدر تحكي عليهن يتعبن. يتعبن كلها بعد درجه. فاحنا ما اجمع البنات كلهم، وما اقول بس الزينه، نص ونص المجتمع. تريد الصدق التحقق؟ مو والله صحيح. والله صحيح. يعني احنا كنساء يعني بصراحه بعد احنا راح نختم اللقاء يعني، خلعتي احنا اللي يشلع القلب. مو اي شيء يعجبنا، بس مو الكل، اكو فئه لا، انه 1 2 3 خلاص. هذا الحساب سوي لي خصم، مو مشكله، هديه مو مشكله. لا شباب تجي تعاملك يا قطعة مثلا سعرها 25. زين. ما تقول ليش لا، اعطيك 21. زين هي 25، 22، 23، حد ما توصل ل 25 تاخذها ب 25. ليش عملتي؟ ابويا خلي تروح. خلي روحك رياضية. شو اسوي؟ والله تعب. خلي روحك. زين. نهاية مثلا تريد تعزل او شيء وهاي؟ تعبان. تعبان كلش. من تروح لاهلك، لك خلقهم لو لا؟
لا والله صراحة غير تعب يا عيني. لا بس يعني مثلا شلون راح اكسرها، مثلا نروح القهوة او شيء رفع عنها، بس تبع الامور صحة وعافية وطولة عمرك قلبك ويرزقكم من اوسع ابواب. ممنون منك طبعا الشاقة يعني على البنات وهاي الامور. لا شوف هو هذا باب رزقك انت، لو ما حابه ما تدخل هذا المجال. بالعكس مجال حلو كلش حلو، يعني اتمنى انصح هواي شباب انه مثلا ما عنده شغل او هالامور يجي لها المجال، هي مجال حلو صراحه كلش حلو هذا المجال. الله يرزقك. اشكرك. اسالك سؤال. جواب. اوكي اذا ما جاوبت ما راح اساعدك، انا انسانه نسويه ومع النساء ما راح اساعدك نهائي. شقه ويا خلال. لا مو بكل الاحيان. ماشي ماشي. تريد حزوره لو سؤال من السله لو سؤال من الكارت؟ حزوره. حزوره اوكي اوكي ليش لا؟ اتس اوكي. الزورة أنا اختارها لو أنت تختارها. أوكي أوكي. أكو شيء اسمه مثل لونه، يعني مثلا نقول هذا أصفر، هو أصفر بس هو مو لون، هو شيء اسمه ولونه واحد. اسمه ولونه واحد ويومية ناكل منه. يومية ناكل منه؟ هاي ساعدتك حتى لا تقول علي إنسانة عنصرية. يط اي مو اي والله اي ابيض. زين صفقوا زميلكم هو فاز ويانا. اي اي بعد صفقوا صفقوا عافية عليكم. حلو تشجيعهم حلو. شكرا لي انا صفقتوا تسلمون. كلهم يحبوني. كلهم يحبوني. محبوب انت بالمجمع؟ سيليهم والله. تحبوه تحبوا علي بالمجمع؟ صدق؟ حلو عافية كل زين. تسمح لي اسولف وياهم؟ يلا اعطيك هدية ترى ما اروح. شلونكم؟ اهلا وسهلا نورتي. اخباركم؟ النعمة الحمد لله تشكر. رمضان مبارك. علينا وعلى الجميع ان شاء الله. اللهم امين. رمضان مبارك. علينا وعلى الجميع ان شاء الله. رمضان مبارك. علينا وعليكم. رمضان مبارك. شلونكم برمضان؟ والله الحمد لله زين. رمضان مبارك. الحمد لله تمام. شلون الرزق برمضان؟ والله يعني اول 10 ايام شوي تعبان وراها يفتح يعني. انت تحكي عن النساء؟ يشيلون قلبك؟ ايش عندنا غير النساء احنا؟ فتحي عن النساء. اي عارف داري خبزتك وتحكي علينا ترى طلعتونا طاقة سلبية. اي عارف. انت زينت الحياة الدنيا. شكرا. زين بعد وياهم نسولف من رخصتكم ورمضانكم مبارك من جديد. الله يسلم راسك شلونكم؟ كنت تسولف؟ عفي عليك شلونك؟ وعليكم السلام. رمضان مبارك. علينا وعليكم السلام. ينعاد عليك بالصحة والبركة. الله يرضى عليك إن شاء الله. يا ربي صحة وعافية ورحمة وبركة من ربنا. شكراً لك. آمين يا رب. يعزك يا ربي. هسه شنو؟ علي يطلبنا هدية. علي علي يشرب أرقيلة على السريع لا يلحق قبل لا يصح. الله أكبر وامساك. على السريع على السريع على السريع على السريع على السريع. هذه دواي. هي مضرة بالصحة بس يلا ما يخالف أنطيك هدية. ماكو لا عطش ولا جوع هاي. الهدية تريد هدية عينية للعائلة لو تريد هدية لك؟ كيف جنتو؟ انت حراني الأول متسابق خيرة الية. اوكي يلا اوكي شوف هذه هدية انت والعائلة. ماشي. اوكي هذه هدية مقدمة من مطعم لافينتو كرادة 52 سحور لشخصين. ماشي. تروح بوجهك تاخذهم للسحور. ساخذهم بوجهي هسه منك. سلم لنا على الاهل. ماشي. ورمضانك مبارك من جديد. رحم الله والديك واشكرك. شرفت. كريم علينا وعليك ان شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية. تسلم. على كل كادر برنامج. تسلم. حلو. يعزك يا رب. مع السلامة. اهلا وسهلا. الله ياك هلا علي. حياك الله. مشاهدينا الكرام، هذه الاجواء الحلوة بين اهلنا وناسنا في الرصافة تحديدا في شارع الربيعي، سولفنا وياهم، تشاقينا وياهم، وهم سولفوا ويانا واخذوا جوائز حلوة، مستمرين وياكم في هذه الحلقة في يوم من ايام رمضان المبارك بين الفطور وبين السحور، تشوفون فاطمة قيدار والفلوجة يوميا الساعة 9 مساء، مستمرة وياكم لكن بعد الفاصل. مرحبا. هلا. رمضان مبارك. علينا وعليك يا رب. من وين؟ من لبنان. حياكم الله كل الهلا على راسي. هلا فيكي حبيبي. شلون هاللبنان؟ بتجنن. تجنن باهلها وناسها وطبيعتها الحلوه. حبيبتي والعراق كمان بتجنن. بدول جايتنا زياره لو انت ساكنه ببغداد؟ لا زياره. زياره عند اقاربك؟ بنتي. يا عمري بنتك هنا؟ يا. تشتغل لو سكن لو طالبه؟ لا بتشتغل ودكتوره هي تجميل. ما شاء الله وانت جايه تشوفيها وترجعي للبنان؟ قضي شهر رمضان هون. وارجع حبيبي كل الهلا بيك. البغداد بيتك الثاني حبيبي. مثل ما بيروت ولبنان بيتك هذا بيتك الثاني. حبيبتي بيتك واهلكم انتم كمان بلبنان. حياتي فدوى الوجه. سولفينا عن لبنان، شلون اجواء رمضان بلبنان؟ كلش حلوه.
كلش حلوة. كلش حلوة سمعتوا كلش حلوة. صار لي وقت ما جيت وانا بتفرج على مسلسل عندكم الحيرة. اوكي. فكثير اخذت لهجتي على الغلا. اي كلش حلوة. لهجتنا يعني مو هواية بعيدة عن اللهجة اللبنانية، بس هيك انتم شوية تتغنجوا لما بتحكوا. لا اكيد انا ما بفهم كثير، كنت عراقي يعني ما بفهم، حتى بنتي لما بتحكي معها ما كنت افهم عليها. بس هلا لا صرت شوي بعرف اكثر. طيب انتم اللبنانيين بتتغنجوا كثير ولا شوي؟ لا ما في غنج، نحن هيك متعودين. والله انتم يعني هذه طبيعتكم تتغنجوا، يعني هو شيء مو مصطنع. لا ما عندنا شيء مصطنع نحن. انتم طبيعتكم. نحن هيك بنحكي طبيعتنا، يعني ما في شيء بنحسه نحن اصطناعي بكلامنا. بس احنا يعني كشعب او كدول مجاوره، شوي تعالي منا حتى تبينين عند الكاميرا. احنا كدول مجاوره يعني احنا مثلا الخليج نحس انه اللبنانيين يتغنجون ويتدلعون لما بيحكوا. احنا لبنان وسوريا نفس تقريبا اللهجه، نفس اللهجه، نفس اللهجه، فبتحسوا فيها دلع. بس احنا هيك يعني مثل ما عندكم كمان لغتكم نحن بنحبها، مثل كمان مصر فيها كمان دلع، كمان هيك نحن بنحسها. احنا يعني لا احنا كعراقيين لما بدنا نتدلع نسولف لبناني. حبيبتي قلبي. حتى شوي نحس انه كلامنا في دلع. حبيبتي حبيبتي. حياتي. طيب اجواء لبنان او بيروت، انت من بيروت؟ ايه من بيروت. حلو، بيروت برمضان فيها اجواء نفس بغداد؟ يعني فيها اكيد فيها، بكل منطقه فيها. سولفينا شنو اجواءكم؟ شنو طبخاتكم الطيبه اللي تطبخوها برمضان؟ هلا بلبنان معروف نحن بالمقبلات، يعني اكثر مش هون انتم عندكم دولمه. لا نحن بلبنان مشهورين بالمقبلات، بالفتوش، بالتبولي، بالحمص، بهدول القصص، بالمغربيه، ملوخيه، عرفتي؟ هدول مثلا الكبسه والرز هي لاهل الخليج. صح. نحن مشهورين بالمقبلات اكثر شيء. يعني انتم حتى الوجبه الرئيسيه عندكم هي نفس المقبلات؟ يعني فته وفتوش هي وجبتكم؟ لو شنو تسوي؟ اكيد في يعني في اكله رئيسيه بتكون، بس هدول لازم يكونوا يوميا على الافطار. على فكرة احنا كلش طيبات، مقبلاتكم كلش طيبات، واحنا اصلا مطاعمنا بالعراق نعتمدها انه هذه المقبلات تكون موجودة. احنا بنعتمد اساسا على المقبلات بلبنان، يعني ما عندها طبق رئيسي بلبنان، الطبق الرئيسي اللي هو المقبلات عنا. طيب بنتك شنو توصل لك فكرة عنها؟ هي كثير بتحب العراق وكثير بتحب اهل العراق، يعني هي لو ما تحبنا كان ما اجت اشتغلت بالعراق. اكيد اكيد اكيد، وهي بتحبكم، بتحب هالشعب كثير وتعودت هون هي يعني. حبيبي موفقة إن شاء الله، نشوفها أحسن البنات. عمري طيب شنو الكلمات العراقية اللي حبيتيها بالعراق؟ ماكو شيء. ماكو شيء. ماكو شيء. ماكو. أكو كلمة لبنانية تحذرين إياها وأني أحذرها؟ بس أطلع أعرف لبناني ما حد يعرف شنو أني أقدر أسوي. يعني قل لك كلمة لبنانية تحذرين إياها؟ ممكن تكون شوي صعب مو هواية. شنو؟ الصفلي. الصفلي. الصفلي يعني كيفك؟ اوكي اوكي بعرفها. انا متابع مسلسلات 100% لبنانيه مصريه. بعد شنو؟ بعد اكو كلمه لحظه اللي كان يلا اقول لك انا كلمه. اوكي عندنا اكله اسمها محروق الصبعه. عنا يا حر اصبعيه يا نفس أكل سورية هم هيك حر أصبع. إيه حر أصبع أكل سورية. والله صحيح. طيب أنا مرة سألت بلقيت ويا ولد سوري فسألت كلمة معناها ما أعرفها فحسيت إياها. تشك ماتشا شنو؟ بس رجع لي ليا. تشك ماتشا. ما عرفته. طيب بما أن بنتك هي ساكنة ببغداد ما تعرفين شنو تشك ماتشا؟ لا مو تشفتير. لا التشكمكه هي اللي تكون بالسياره، المكان اللي نخبي به المستندات الاوراق السياره. هاي بغداديه تشكمكه. ما بعرف اكيد. جورجيه. لا اكيد هدول كلمات ما اعرف. ولا انا راح اعرف كلماتكم الاصيله اللبنانيه القديمه، لانه اصلا كل دوله من دول الوطن العربي لها لهجه حلوه خام تتميز بيها، تدلع بيها، تسولف بيها، واكيد اللبنانيين اهلنا وناسنا واخواننا. جدا سعيده انه انا سولفت وياك ببرنامج. وحبيبتي وانا كمان اسعد حبيبه قلبي. فدول وجزين اسالك سؤال؟ تفضلي. اوكي، حزوره ولا سؤال من السله او كارت؟ لا خلينا سؤال من السله. اوكي، تعرفي انه سؤال من السله يخصك انت؟ ما مشكله. اوكي ما مشكله، يكون اسهل من الحزوره والسؤال في العراقيين، شلك بيها صعبه. يلا اوكي. تختاري سؤال وتقرأي أو أنا أقرأه لك بكيفك. يا أنا قمت أحكي مصري وخليجي ولبناني كلهن ما شاء الله ما شاء الله. لو خبروك بين الصحة والمال.
لو خيروكي، لو خيروني مش خبروكي، خيروني، خيروكي، خيروني بين الصحة والمال، شو بتختاري؟ بدك تختاري أكيد الصحة. طيب أكيد الصحة والمال كمان ضروري بالحياة. ليش ما بتختاري المال وبعدين تروح تتعالجي عند أحسن أطباء العالم؟ أما أنا دايما بقول هيك. شنو رأيك؟ شنو اسم بنتك؟ لارا. لارا شنو رأيك؟ أمك يعني خيرنا، شوف اللغة تغيرت، اللهجة تغيرت، صرت لبنانية. خيرنا أمك لو تختار المال ولا الصحة؟ أنت شنو رأيك؟ طيب أنا قلت اختاري المال. أمرار المال ما بجيب لك الصحة. مو احنا نروح الأطباء زي ولا أطباء بجيبوا لك الصحة. أكلي أكلي خضار وأسوي رياضة. الصحة هيدي نعمة من عند الله. الحمد لله وشكرا. ما بتتقدر بالمال كله. الحمد لله وشكرا. نورتيني. حبيبتي وأنت. وفرحت بشوفتك. حبيبة قلبي. وسلمينا على لبنان. حبيبتي. إن شاء الله إن شاء الله نزورها عن قريب. إن شاء الله بتنوروا. وفدوى لوجهك وإن شاء الله لبنان تكون مزدهرة باللون الأخضر اللي تمتلكه والروح الرياضية الروح الحلوة لأهلها. حبيبتي. وهذه هدية مقدمة من السلطانة لينو لأهل لبنان. طيبين وتستخدميهم بالهنا. حبيبة قلبي شكرا لكم. مع السلامة. شكرا. سلمينا على لارا. وصلي باي. باي باي لارا. حياتي فدوى لوجهك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم. يا اخي شقد افرح لما اتكلم مع اللبنانيين. انا كثير بفرح كثير. يدامني شعور يجنن من اتكلم ويا شخص مو لهجتنا، خصوصا اذا اشوف واحد مصري اقوم اسولف مصري. كلش احب المصري. مستمرين وياكم، خليكم ويانا. هذا البرنامج برعاية أكيد. إحنا كنا مستمرين وياكم بهذه الجولة الحلوة بشارع الربيعي، وتقريبا ما شاء الله صار وقت السحور والناس بلشت تتسحر. أكو قسم من الناس يتسحرون برا البيت وقسم من الناس يتسحرون في داخل البيت. تأكدوا يعني يا شباب خلينا نسولف فيهم. تعالوا وياي. شلونك؟ أهلا وسهلا. رمضان مبارك علينا وعليكم. رمضان مبارك علينا وعليكم. اسمك بالخير؟ علي. اسمك؟ سيف. سيف وعلي. شلونكم؟ والله الحمد لله. شلون رمضان وياك؟ كلش حلو. يعني شلون هالاجواء؟ سولفنا شوي عن اجواءكم برمضان. والله الاجواء يعني حلوه، تخلص ورا الفطور تطلع تشوف هيك اماكن شوي حلوه شوي، لازم واحد يرفه هيك عن نفسه، كلش حلو هيك. الحمد لله وشكرا. انت من الكرخ ولا من الرصافه؟ لا انا من الكرخ. حياك الله. انت من الكرخ ولا من الرصافه؟ لا من الرصافه. من وين؟ من البلديات. وانت من وين؟ من البياع. حياكم الله، كل الهلا بيكم. انتم اصدقاء ولا اقارب؟ لا اصدقاء. شلون تلتقون وانت واحد من الكرخ واحد من الرصافه؟ اجي للدوام مالتي، داوم بالمول، فدا اجي يمه. هنا بالرصافه الدوام؟ اي مول زيونا الدوام. يا عيني. وتلتقون من خلال الدوام؟ حلو. كلش قد تلتقون؟ كلش قد تطلعون خصوصا برمضان؟ يومي. يومي. لا والله. يومي دا اجيهم. ما تمل؟ لا ما شوفتهم اللي هاي. عيني. زين دوامك شغلك حياتك؟ هو دوامه للأربعة، موظفاني للأربعة يخلص أفطر بالبيت قبل أجي الليجة. تفطر بالبيت. سيف شنو واجباتك بالبيت؟ والله اليوم أم صوت إنه مقلوبة. لا مو خالة شو مسوية، واجباتك بالبيت يعني شنو أنت عليك؟ شنو تسوي شنو ما تسوي؟ اليوم سويت الزلاطة وسويت حلاوة شعرية. عليك الله. والله العظيم أنا سويت. أول مرة أشوف شاب هو يساعد أمه بالفطور. صدق؟ اي والله. تصفق له السيف. لا والله تصفق له السيف. ولا ما محتاج يعني. لا صدق. لا والله ما صدقني. ما بصدق. شوفني اه. والله احنا ايام مفترجه ومن كذب. صدق كذب. شلون تكذب صاحبك؟ شلون؟ ما تلعب يعني. هاي الزلاطه. يا عيل انا صدقته السيف. وهاي الحلاوه بس معليش بالشكل. والله والله. طيبه سويتها ولا بالشكل؟ والله كلش طيبه ما بقت في البيت. الف عافيه ان شاء الله. زين. تسلم رحم الله والديك. شلون عندك هاي الروح الحلوه تساعد والدتك بالبيت؟ والدتي لان وحدها بالبيت ما عندنا يعني اخوات، فاحب اساعدها واحب انا هوايه الطبخ، احب اطبخ. على فكره هذا الشيء شبه قليل. وانا كلش احييك وكلش ادعمك لانه ما تعرف رب العالمين شلون راح ييسر لك طريقك بالمستقبل. الف الحمد لله والشكر. يعني الوالده جنه، فمن تداريها انت مداري الجنه. شو تريد بعد؟ اي والله صدق هي احلى شيء هي من اساعد امي واوقف وياها بالمطبخ. زين هي شنو طبخاتها الطيبه الوالده ام سيف؟ والله ام علي لا تشوفه وتزعل على اللاوي. ام علي لا لا احنا ام علي سيف بزر القعده ما ادري الوسطاني الوسط شلون؟ المظلوم. من شنو مظلوم سيف؟ مالك كلمه بالبيت يحكي لك اسكت مالك انت. بعد والله الشيء اعطيهم راي. لا رايك مو حلو اقعد.
بصراحة رأيك لا هو ويا القديمين ولا هو ويا الجديدين؟ شدو سلسة؟ أنت باقي يقبل بي ولا صغير يقبل؟ أنت باقي ب 2010 لا جيت وياهم ولا بقيت وياهم؟ مين أنا؟ أنت مولد 2000؟ 2000 ما شاء الله ما شاء الله تدري لا 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 مو قصدي قصدي باقي ب 2010 كمفصل مو كمواليد يعني لا أنت ويا أهل الألفينات ولا أنت ويا أهل العشرينات اللي جددوا أي والله صح بس تدري ما مبين عليك مولد 2000 أكبر أصغر؟ لا أكبر توقعتك 95 94 لا لا صغير بعد الله يحفظك ويسر عليك ويمدك صحة وعافية وطولة عمر تدوى على عمرك زين قل لي من ترجع ورا الفطور قبل لا تروح تشوف علي مو علي؟ قبل لا تروح تشوف علي شو تسوي؟ يعني هسه من راح أرجع؟ لا ورا الفطور قبل لا تروح تشوف علي أبدلك والله أجل علي ماكو شاي تشيل الماعين ويا الوالدة؟ لا 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 الماعين لا أضوج من هاي السالفة فخالة تبتلي بالموضوع معي علي وعلي على بعد ما ادري يمي علي اخوك كبير أي. علي كبير لا قاعد بالبيت يجي الفطور هاي احنا ومعك معصب ايه على حقني هاي كامرتك شو يسوي على شلون على هيك جيبوا لي شاي وصايم ولا حد يحكي لا حد يحكي خرب لنا على العذاب مال البيت هو من وراه ليش علاوي الله عليك قوم ساعد لي قوم يعني ناجده من قناه الفلوجه شت ناجده علي قوم وقف ويانا بالمطبخ لا اليوم سوينا روبيان بعد شو تريد حرام عليك ما تخاف بس اليوم يا شنو سوالك اكل بحري لا إيه لا بس اليوم وامه هي سوده هو قالت له بس وقف هيك تسوي بالهاي والله يعني واخوك الصغير شو يسوي منتظر هذا ملك النوم ما حد يحكي اياه مو قلت مظلوم بس انت مبتئ جيت نغمة حزينة علي طالب تخلوا النغمة حزينة الصاحبة زين علي شو اسمك نسيت سيف خطينا من مظلم سوري راح اقوم ازعل يقول حتى اسمي السؤالي مظلوم لا شوف هو الوسطاني يعني شوية مظلوم مو هواية يا شوية هسه انت نسيتي اسمي يا شوية تحس نصيبك من الدنيا وسط له حلو كناحية اجتماعية لا أحسه حلو لأن هيك أصدقاء عنده كلش حلو هذا الشيء الحمد لله والشكر الحمد لله. زين عائلتك شنو تعني لك؟ عائلتي هي الهوم مالت البيت يعني كل شيء تعني لي يعني من أنا من أنا أمي يعني مو أم كصديقة أي والله يعني كل شيء أحكي لها يعني حتى يعني سالفة أصدقاء وهاي أجي كانت إيش بيك تجي هاي بالغرفة أظل أسولف لها بس والله الله يحفظها ان شاء الله ويحفظ لك اهلك واحبابك علي انتم شنو طبيعتكم بالفطور والسحور والله انا حاليا هسه ما متواجد بالفطور اكثر شيء لان انا الشغل من الصبح لليل العفو يعني فمن الصبح اي بس في السحور انا موجود بالبيت يلا اتلحق على جبن وشاي اي بالضبط بيه او طماطه هيك اشياء طيب والله الله يساعدكم قهرتوني والله انا لا قربو علي انا لا ارجع من الدوام انا من وسطاني ترى حلو والله من وصلنا انا انا هسه تشرفت فيك عرفتك هسه الله عرفتي نسالكم سؤال اللي يرد هو ياخذ الهديه واثنينكم وسطانيين واثنينكم مظلومين ولا تباوع على السؤال راح اغيره اي حفظ ادري بيك تشوف شو راح اعطيك سؤال بعيني شوف شو راح اعطيك وسطان ومظلوم وسطان ومظلوم بعد حلفت لي لا اعطيك سؤال حلو سهل قصة مثل لا لا الحركة واحدة هاي الحركة واحدة المرة الثانية السؤال يقول العفو المثل يقول ما أريد القصة الحقيقية للمثل اكتفي إن أنت تعطيني معناه أوكي خاف بابا الكاميرا شطين نظرة حزينة للكاميرا مثل يقول خاف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة شنو يعني؟ العدو يجيك بس الصديق أنت بالعشرة مالته ها راح يضربك أو يغدرك يأذيك يطعنك يجرحك اسمع كاظم اسمع عندك صديق سوى بكاظم اسمع كاظم اسمع عزمنا بمطعم أكلنا وعافنا راح والله وحق شهر رمضان والله عافنا راح خلاني هيك قاعد انت شايل فلوس ولا لا؟ ايها بزي امك انت كنت مستني وراحتي شايل شنو تهدي له بهذا الشهر الفضيل؟ كاظم لو ما رمضان لو ما رمضان كان اقول لك الله يوفقك بس رمضان شو تقول له؟ كاظم بما انه رمضان يعني سامح المسامح كريم الله يوفقك بس انا احب بنت الصغيرونه خاطر بنتك راح هذا طايحه كاظم نطلبك عزيمه السيف ورا العيد ضروري وهاي
انا يعني الحنية انت تعرفني عزيمة بعد هاي اخذتها منا انا. تقول لست فاطمة وقناة الفلوجة عقلوك بعزيمة. تدري عمرك. متفقين؟ هذا هسه نعطيك هدية. هذه هدية مقدمة من شركة الحفرة للسياحة والسفر، رحلة لكردستان لمحافظة من محافظات كردستان لحضرتك مدفوعة التكاليف. عنوانهم بزيونة؟ زيونة حلويات سنتر لبنان. سنابل لبنان. زين هم الوسطاني هم التكاليف. باع 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 بس خل ابرر شوية. اوكي برر. انا عندي ضعف بالبصر والفلاس صاير بعيني فما قريت. قل لي قريتي لو بس تبررون الوسطاني. لا احنا الوسطاني مظلومين. مظلومين؟ اناشد. رفعوا شويه بني ابني كلش والله تعبني. انا كلش فرحت بسوالف وياكم ورمضان مبارك من جديد علينا وعليكم بالصحه وسلامه وان شاء الله هاي الاجواء تدوم على الشعب العراقي في دول العمر. رمضان مبارك من جديد علينا وعليكم في دول قلبك. مع السلامه نشوفكم بخير. اناشد ام سيف دير بالها عليك هي وعلي دير بالك عليه. يا اهلا وسهلا. مع السلامه. يا اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام راجعين وياكم لا تروحون بعيد. يا هلا مرحبا من جديد. تعالوا نسولف ويا صاحب محل اول واحد شفناه هنا بشارع الربيعي. نسولف ويا سوالف حلوه ونفوزه بسولف لي ونشوفه يا ترى راح يسولف ويانا لو بس هيك ننطي هديه. السلام عليكم. سلام. شلونك؟ نقدر ناخذ من وقتك دقائق؟ شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. رمضانك مبارك علينا وعليكم. شباب مكاننا زين لو نفوت شويه. اوكي شلونك شخبارك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. شلون الشغل برمضان؟ يعني الحمد لله والشكر. زين وشلون الفطور برمضان؟ الفطور صعب هاي. باين عليك تحب الاكلات هاي ما شاء الله يعني يا اخي خدود. صحة وعافية. الله يعافيك. سولف لي شنو الاكلات اللي تحب تكون موجودة في فطوركم؟ والله هنا احنا متقيدين باكل مال المطاعم تعرفين لان ما نقدر نرجع للبيت ونرجع لهنا لان المول يبقى مفتح. يعني تفطرون بداخل شغلكم؟ اي نفطر هنا. الله يساعدكم. والزبائن يجون. يجون ويا الاذان؟ ايه. والله؟ والله خاصة يعني هسه عندنا عيد مال المسيح جاي. زين. المسيح ما يصومون مو مثلنا. صح. فيهبون علينا. ما شاء الله زين والمسلمين هماتين ما شاء الله يعني منورين ويجون؟ ايه. شوية تعالية من هنا. ايه. يعني اكو ناس مسلمة وصايمة ويجون. تفطر؟ ايه. شبينا احنا؟ والله ما ادري. شبينا احنا؟ امي تفطرت نعم قبل. ايش فينا؟ ايش من الصبح للظهر ما بينا حل، ومن الظهر للعصر نعسانين، ومن العصر من العصر للمغرب بنكون سوا فطور، ورا ننام. ورا ننام، لا لا طالع طول. ما شاء الله العالم الشاطره الحلوه الحبابه. شكري ما شاء الله. الله يرزقهم الصحه والعافيه. زين انت شنو اسمك؟ سلوان. سلوان، سلوان احكي لي عن رزقك برمضان، يبدي بالبدايه الايام الاولى لو قبل العيد. يعني بصوره عامه رمضان هو شهر الخير والبركه. يعني الحمد لله والشكر. سبحان الله هو شهر رمضان الفضيل بطاقات متجدده. سبحان الله هو الشهر الاول من السنه يكون به رزق اضعاف من كل النواحي. كل النواحي وكلها تشتغل بصوره عامه. صح الحمد لله. والله صحيح العالم باجمعها تشتغل شويه تصير عندها لود بالشغل. سبحان الله كانه رب العالمين داز لنا يا رساله من الرزق هذا الشهر مو رزق فقط المال، الصحه، الصيام، الامور هذه، لمه العائله رزق، لمه الاهل رزق، السؤال لشخص او اكو ناس تتصالح برمضان. صحيح. وهذا رزق. صحيح يعني هو نعمة من رب العالمين هو هذا الشهر الحمد لله وشكرا. الحمد لله. شلونك ويا الشغل؟ نعمة من الله. وانت صايم شو وقت تفتش وقت تسولف لنا شوي؟ اي من 10 الصبح ل 12 بالليل هيك مرات اخر 10 ايام برمضان يصير للوحده بالليل تعزيز. ما شاء الله الله يرزقك يا رب. تسلمين. زين يا دوب تلحق توصل للسحور للبيت؟ يا دوبي. تلقى العائله مشتاق ما شايفين. ما شاء الله عائله تشبه. الله انت نايمين كل شيء ما يفتي وتطلع الصبح نايمين الصبح نايمين هاي خطا قهرتني والله قهرتني انا ناشد عائلتك يقعدون زين شو السحر اذا هم نايمين؟ هاي المطاعم موجوده خير من الله انا اشوفك انه انت يعني ما تطلع ربح ربحك هو لابو المطعم كل اكل على الفطور وعلى السحر يعني العائله ما تفقدك بهذه الحاله؟ لا يا دوب يخابروني يتذكروني والله يا بشونك خسارة ثلاث ايام ما اي حبيبي زين انت شو وقت تشوفهم اصلا لعائلتك؟ يعني بايام الجمعه بس لان فتح هنا بثنتين بثلاثه هيك الحمد لله الحمد لله شكرا يعني لما تشوف الوالده الجمعه يعني انت خلصان من سالفه تجيب صمون قبل الاذان؟ هاي اخوتي الصغار ملتين بيهم اي والله يعني انت اكو شيء ماكو لا تجيب صمون لا خضره لا ما خلي اشوفهم ماكو شيء بعدين يشرطون عليك زين شنو الازياء اللي عندك تمشي برمضان تحديدا يعني ما شاء الله محلك محل ملابس نسائيه شنو اكثر شيء النساء تطلبه منك بشهر رمضان فضيل
كل شيء هو باي، يعني هي أذواق مختلفة. زين. فكل شيء مطلوب، يعني السترة، القميص، البطلون، الفستان، كل شيء مطلوب حسب ذوق الزبون. يعني حتى برمضان مطلوبة كل الأنواع؟ كل شيء، خاصة برمضان هو كل شيء ينطلب. العاد شو أنا أشوف، أنا أشوف إنه مثلاً برمضان أكثر شيء تنطلب الدراعات، الأشياء الطويلة، الفضفاضة. إحنا رمضان نشتغل موسم مع العيد، قبل رمضان نشتغل هذا الموسم اللي بشتات نسميها والهاشمة هالسوالف. غششني سوالف في البزنس. عيدهن عيدهن قبل رمضان تحضروا الرمضان بشتات نحضر للعيد. حلو حلو، معلومة حلوة، أتمنى كلكم تستغلوها أولكم أني. زين، بما أن أنت مقضيها مطاعم، أكلاتك، سحورك، فطورك كلها مطاعم، شنو الأشياء اللي تتمنتها يعني إيشي تجي ببالك يعني اليوم ناكل فلان شي بس طوى على الريزو وتقول الحمد لله؟ لا البارحة صعدنا البارحة مطر عزلنا من وقت زين، طلعت أنا وجماعة افترينا زيونا هذا الشارع كله مطاعم خير بي من الله زين. كل واحد يريد شكل آخر شفت ريت رجعت البيت ما كلت؟ ما كلت. شبعت من هذا المطعم وهذا المطعم وهذا المطعم، شبعت شبعت عينك ورجعت. زين بس شوف خلينا نتفقين انه اكل الوالده اطيب من انت ايش وقت تذوق اكل الوالده؟ بس انا حسنه. بس حلو انت خفيف الظل بالعائله عافيه، لا يشوفوك لا تعبانين منك ومن هوستك ومن غراضك وهيك. لا لان ادوخهم كلش انا يعني كلش قنقينه بهواي سوالف يعني انت هم زين مشغول عافيه خلصانين مني. زين هم تفكر يعني تكون حياة زوجية أو ما أعرف إن حضرتك ما حسيت إنك مكون حياة زوجية؟ أي واحد يشتغل بمحل ملابس نسائي ما يفكر يتزوج. بزعان؟ بزعان من الأذواق والنق نق في وشي في وشي قدامي خلينا روح وجه بوجه يجي ينقني ينقل لي شيء. شنو أكثر طبع يضوجك من الزبونة؟ تعامل هواي على فلوس؟ حقها حقها؟ طبعا حقها وانا مثل شنو؟ هم حقك. بعد شنو اكثر شيء؟ شنو احلى شيء بالزبونه؟ ما تعاملني انت بس تعامل وما تشوف صديقك مادي اهم شيء الفلوس. يعني انت عايف اهلك وعايف ناسك وتفطر بالمحل وتسحر والله ما ادري عمود فلوس والله ما ادري غير عبد الله يرزقك طبعا الله يرزقك ويوفقك ويفتحها بوجهك وان شاء الله منها للاعلى والمرتبه والمكانه والامنيه اللي ببالك ان شاء الله تشوفها هالايام. على هالدعوه عزله روح للبيت ويا تسحر يا خاله. ان شاء الله يا ربي الدعوه اللي احنا ذكرناها واصله لرب العالمين وتشوفها بالايام الجايه. ها يلا نسالك سؤال. يلا قصك ساعه تخش السؤال اول ما راح اسالك اياه ايس يعني هسه لو تنقلب الدنيا هذا السؤال مو الك. يلا عادي عادي اساس انا ما كيتي اساس يعني عرفته اول حل عرفته. السؤال يقول اكو فتشي جسم الانسان بدونه كلنا نفقد عقلنا نفقد نفقد رؤوسنا شنو ما ادري يعني حتى انا حليتها يعني حليت رؤوسها اي شيء اذا ماكو براسنا العقل اي سنه اي شنو ليش صعب الدنيا هذا حظي. ان شاء الله يكون حظك حلو ونصيبك حلو بالدنيا ورزقك احلى وحياتك بدها تطلع الكلمه الدعوه مو صافيه عبد الله اشكر يا ربي وحياتك تكون حلوه مثل ان شاء الله يا ربي يوسع رزقك ويرزقك على العيد اضعاف مضاعفه. هذه هديه مقدمه من بيكت الله تروح بيكت الله عندك وقت تعطف علينا وتروح من شركه رحله النبع للسفر والسياحه لدهوك رحله مجانيه لحضرتك. كيفك؟ خابرهم قولهم أنا فزت ويا فاطمة قيدار برنامج سولف لي وهم راح ياخذوك بهاي الرحلة يطوق موعد وتروح. مشكور كل الهلا سهلا شرفتينا. أنا هي شرفت فيك. شكرا لهاي الضحكة الحلوة. مع السلامة. السلامة. زين مشاهدينا الكرام سلوان 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 كملنا ويا سلوان سوالفنا وسولفنا وضحكنا ويا سلوان ونطينا هديه بس خطيه لا يشوف اهله لا يتسحر يمهم لا يفطر يمهم واغلب الشباب اللي يتعبون على نفسهم هم عايشين من تعبهم ومن رزقهم وبحيلهم ومستعدين يبقون بدون اكل بدون فطور بدون سحور ويا العائله في سبيل رزقهم يمشي تمام التمام. فرب العالمين اتمنى انه يرزقهم دائما رزق الحلال والرزق الوفير رزق العافيه والستر والمال مو فقط المال. الله يساعدك يوم
شلونك؟ شنو اخبارك؟ الحمد لله. رمضانك مبارك. علينا وعليكم ان شاء الله. شلون رمضان وياك؟ يعني؟ الحمد لله الحمد لله. تعبانه ما تعبانه؟ لا واحد تعود على الصيام. انت ما شاء الله راح يصير السحور وانت تفترين بالربع، يعني ما تعبانه؟ لا الحمد لله، اليوم يوم الملابس البنتي. يا عيني الله يحفظها ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي عيوني. دائما تشترين ملابس من السوق لو اونلاين من الفيسبوك وانستغرام؟ الاثنين. حسب اللي تشوفي. اللي يعجبها، انا لا ماكو قياسي. اي بس البنت اللي يعجبها زين. لو تسوق يعني على الانترنت لو نطلع للمول. زين شنو اكثر الاشياء اللي تشوفيها بالسوق حلوه؟ والله خلاص كل شيء حلو هسه حسب الذوق واذواقنا صايره كلها حلوه، الالوان الملابس الفصالات كلها حلوه هسه الحمد لله. زين خالتي شلون رمضان وياكم؟ الحمد لله. تعبانه بالفطور بالسحور؟ اكيد العفو. لا بالفطور اي طبعا، اني لوحدي بالبيت. زين طبعا ابدي من الاربعة لحد ما اكمل الفطور الحجي. زين او هاي الحمد لله. شنو اطيب شيء تسوي بالبيت؟ كل شيء اكلي كله طيب يقولون عليه. حبيبي فدوى العلمه. ايش يتمنون؟ مقلوبه كله طيب اكلي يقولون. بالسحور شنو تسوي لهم؟ والله يحبون اجبان وبيض. خفايف؟ خفايف ايه. زين اهلك يلتمون يمك؟ انت تروحين لاهلك؟ ولدي وبناتي. حياتي حبيبتي. عائلتك كبيره؟ ما شاء الله. عندك احفاد؟ عندي 6 7. اللهم صلي على محمد وال محمد. ما شاء الله حلوه العين. ولا مبين عندك احفاد؟ لا حبيبتي خاله. ما شاء الله انت عيونك حلوه. لا والله جد يعني توقعت انه بنتك اوكي بس انه احفاد ما شاء الله. احفاد كبار ما شاء الله. ما شاء الله الله يحفظهم ويبلغك بهم العافيه يا رب. يا من بدول هالخلقه بدول وجد. زين من يلتمون احفادك يعني انا سالتك انه انت تروحين لاهلك توقعت انه انت تزورين اهلك بس طلع ما شاء الله انت البيت الكبير. لا انا البيت الكبير بالنسبه لعائلتي الولد البناتي. زين كلش قد يلتمون عندك؟ والله رمضان كل 3 ايام يومين ثلاثه يجون يعني ما مكتوب. يا عيني. اي والله. زين يلتمون كلهم يتفقون لو اكو هيك فد؟ لا لا لا. يوم السيف يوم الزهره ما تلميهم كلهم سوا؟ مرات ينجمعون سوا برمضان. طيبي هم تصير حزازيه اذا واحد اجى وما قال ليش ما قلت لي اليوم افطر وياكم امي مسويه دوامه ليش ما قلتوا لي؟ لا 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 مو اني يعني على محبه شي يريدون اليوم يجون شي يردون يخابروني. يا عيني حبيبتي حبيبتي الله يجعل بيتك دائما لمه وحلو حبيبتي. وبيت ببركه ورزق وعافيه. الله يسلمك يا روح يا حبيبتي فدوى يا عمري الله يسلمك. البنات يجوج اكثر لو الشباب يجوج اكثر؟ الطرفين يعني هم يعني اليوم اجوا بيت بنتي باكر يجون بيت ابني. تدرين خاله بصراحه يعني دائما البنيه هي اكثر تروح البيت اهلها، الولد ينشغل بس ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الرحمن انه انت اولادك يعني يجون لبيتك على طول. رمضان يجون على طول. يا عيني. في دول هالوجه. الله يحفظهم. زين خالتي يعني معناها انت شناينك يحبوك بدون ما اسال؟ كنا وحده وعازلين. حياتي شنو علاقتك بيها؟ لا الحمد لله كل زينه. الله يجعلكم يا رب بخير وبركه وعافيه. في دول هالخلقه. عمري انت حبيبتي. شنو احلى سوق هنا بالرصافه؟ والله احنا متعودين على الرباعي. حلو الرباعي بكل الاشياء تحتاجيها. ايش تتمنين انت موجود هنا؟ ايش تردين موجود هنا؟ زين انتم بيتكم قريب عن الرباعي؟ ايه هنا بال 716. اي كل الزين يعني تجون تتمشون او سياره تنقلكم تتسوقون. فطور نتمشى. اي تغيرين جو خصوصا ما شاء الله هذا رمضان هل علينا بجو بارد. الحمد لله والشكر. شويه الواحد الاواهس يطلع يتونس يحلي ورا الفطور يغير جو يشتري هدوم. اي والله حبيبتي انت عيوني خاله. اسأليش سؤال. يلا اوكي صعب لو سهل؟ والله يا ريت سهل. تدللي عيوني لك تدول عينك. بسأليش سؤال من السله. شنو رايك؟ هذه السله تختارين منها سؤال تقريه وتردين عليه واذا حابه انا اقرا لك اياه فما عندي اي مشكله. اقرا لك اياه اني خاله؟ لو خيروك انك انت تمتلك كل مجموعات المكياج وبين امتلاك سياره احلامك يعني لو سياره احلامي بدون ما نفكر؟ لا بدون ما افكر. خلاص اني لو يقولوا لي جيبك مكياج الدنيا وسياره اقول سياره. اي سياره احسن شيء. تفيدني تنقلني مو؟ والله احسن شيء. زين انت تعرفي تسوقين؟ يعني دخل الدوره هسه. يا عيني اروح في دول هاي الطاقه الايجابيه هاي الحلوه هاي الروح الرياضيه اللي تجنن. في دول عيونك حبيبي. تحسين انه المراه لها عمر معين ولازم خلص تبدي تعتكف وتنسى نفسها وتهمل روحها واني لا خلص تزوجت خلفت اولادي. انا لا ام من هالنوع. اي ريت كلمه اي طاقه حلوه. لا طبعا المراه كل ما تكبر تكبر وياها احلامها يعني تكبر الولد تعتمد النوبه تندار على نفسها. زين. تشوف شنو متطلباتها اللي ما قدرت تسويها وهم صغار. من كبروا واعتمدوا على نفسهم لا شويه دير ولو هو فات العمر والقطار فات بس لا. زين
احنا نقول انه القطار اذا فات فالقطار رايح جاي، بس المحطه موجوده، موجوده تقدرين تصعدين غير قطار، واذا القطار تاخر فانت ما متاخره، انت موجوده والطاقه موجوده والروح موجوده ما دام النفس. انا اتعلم سياقه لهذا يعني انت مثل لكل امراه المفروض تشاهدنا، لانه الروح الرياضيه والطاقه الحلوه ما نلقاها عند اي امراه. دائما نشوف مع احتراماتي لكل نسائنا، بس نشوف انه الكآبة، انه خلص وقتي، خلص زماني، مالي عيب، كبرت. انا اشوف ماكو شيء اسمه عيب، لا طبعا ما دام انا ما مسوي شيء حرام. لا مو حرام، ماكو شيء عيب، وهي النفسها النفسها. والله حبيبتي بدولي معيوني انت حبيبتي. انت فزتي وياي يا حبيبتي. اعطيني سؤالي، اعطيني سؤالي. اي ما يخالف خربي في دولتي. انت فزتي وياي بهذه العبايه المقدمه من ازياء يزن بالغزاليه بسوق النفله، وكل الهيله بيجوا كلش وياكم جائزه. يا روحي انت، الله يحفظك عيوني حبيبتي. مع السلامه كادر، مع السلامه. سلمينا على الاهل حبيبتي. يا روحي في دولتك. الله وياك خالتي. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين وياكم، سوالف كلش حلوه مرت علي بهذه الحلقه من ناحيه الطاقه الايجابيه لكل امراه عراقيه، والناحيه الثانيه الرزق اللي كل شاب يعتمد رزقه الحلال، والرزق اللي الحمد لله وشكر رب العالمين يكثره ويبارك به. اكيد اني مستمره وياكم شويه وارجع لكم من جديد. مرحبا. اهلا وسهلا. رمضان مبارك. رمضان كريم عليكم جميعا وعلى كل الشعب العراقي. انت من وين؟ والله من سوريا. حي الله سوريين واهل سوريا ومنورين بغداد، وهذا بيتكم الثاني. عندك علم اني خلال برنامج وحلقتي لليوم التقيت بناس لبنانيين، ناس سوريين، وعلى طول بخلال برنامج يوميه بمنطقه من مناطق بغداد التقي بناس من الدول المجاوره. تماما. يعني هون نحن الحقيقه يعني بالعراق ما بنحس حالنا انه مغتربين، يعني شعب طيب، نحس حالنا كأنه ببلدنا. يعني نتمنى الخير للعراق ولشعب العراق، لأنه بلد بيستاهل الخير، بلد قدم وعم يقدم لنا وعم يقدم لنا كل البلدان العربية، فنتمنى له الخير. نتمنى رمضان كريم على كل العراق وعلى سوريا الحبيبة كمان. بحب عيد أهلي كمان، كل عام وهم بألف خير، والدتي والخطيبي، وقلنا بعد العيد جاي يتزوج ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تتزوج بالهنا، ويا ربي يكون زواجه الدهر زواجه سهله وتروح بالسلامه. ترجع سوريا تتزوج ولا ببغداد؟ لا اتزوج بسوريا وارجع لهنا ان شاء الله. حلو، يعني تكون عائلتك ببغداد. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي بالتمام. واحنا نبارك لك اصلا قناه الفلوجه وبرنامج سولف لي، بارك لك بزواجتك مقدما ان شاء الله. بعد العيد تتزوج وتكون عريسنا وتاخذ شهر العسل ببغداد. الله يبارك فيك يا رب. شكرا لك ولقناه الفلوجه، كل عام وانتم جميعا بألف خير. الله يسلمك ويعزك. راح اعطيك هديه تنطيها لزوجتك او ما، خلينا نشوف شنو راح تكون الهديه من نصيبك. والف مبروك زواجك من جديد، وانتم بيتكم الثاني، بالتالي العراق هو بيت مو فقط للعراقيين وانما لكل شخص يعتبره هو بلده الثاني، وكل الهلا بيك. مثل ما قلت لك بالاول، نحن هون الحمد لله ما لنا حاسين حالنا بالغربه ابدا، يعني الحمد لله كانه بين اهلنا، والشعب كثير طيب. الله يبارك بالعراق وبشعب العراق جميعا. تسلم، حياك الله. هذه هديه مقدمه من عياده لوران لتجميل الاسنان في بغداد حي الجامعه، جلسه مقدمه مجانيه لحي للاسنان. تروح لهم الدكتور حسنين يسوي كشف عن اسنانك مجانا، وشنو تحتاج اسنانك ايضا راح يعملهم. شكرا لك زو، نورتني. الله يبارك. مع السلامه. كل عام وانتم بخير. الله وياك. كل الهلا. مشاهدي الكرام، ما قدرت اسأله، حسيت انه هو هيك مستعجل طلع من شغله بس حتى يسولف ويانا ويحكي ويانا حكايات حلوه، واكيد خصيصا يعايد سوريا والسوريين وعائلته، فاكيد هيك قلت عسر يعني نعطي هديه. بالتاكيد مشاهدينا الكرام، بعد ما خلصنا هذه الجوله الحلوه في شارع الربيعي، سولفنا ويا اهلنا وناسنا وحكينا هاي الحكايات الحلوه اللبنانيه، وتغنجنا وحكينا سوري، وشفترينا شويه بالوطن العربي، هسه وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. بالتاكيد احنا مستمرين وياكم طيله ايام الشهر الفضيل، لكن حلقتنا اليوم خلصت وانتهت بخير وسلامه. نلتقيكم ان شاء الله ان شاء الله الايام المقبله باذن الله تعالى. انتظرونا الساعه 9 على قناه الفلوجة. مع السلامة.